مبادرة وئام الشبابية نفذت بدعم من منظمة أجيال بلاقات للتوعية والتنمية وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز دورة تدريبية في لغة الإشارات للعاملين في القطاع الصحي، حيث قامت هذه الدورة التدريبية بتعليم مجموعة من الأطباء على معظم الإشارات الخاصة للصم والبكم باستخدام أصابع اليد للتعبير عن الحروف الأبجدية وأسماء الأشخاص والمدن والأماكن وغيرها، حتى يتمكن هؤلاء الأطباء من القدرة على فهم هؤلاء الأشخاص والتعامل معهم أثناء ذهابهم للعلاج. لازم على الشاترة يستلموا على الإشارة، كيف الإشارة، كيف يتعامل مع المرض، رسم مثلا مرض الشبيب، فهم الإشارة سهل، سؤال العلاج ولا فهم، مش فاهم، أما تنظم مش فاهم، المرض يروح مريض، ممكن يرفض يروح المستشفى على المرض، المستشفى يرفض سبب أكثر، مش فاهم. يفهموا على سم هذا يسهل، لازم على السطول يتعلموا على الشارع على السم. يهدف هذا المشروع من خلال هذه الدورة التدريبية إلى تحسين الخدمات المقدمة لفئات السم والبكم. يهدف هذا المشروع إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى فئة الصم والبكم في مدينة تعز، ويستهدف 15 من المتدربين من مستشفى الجمهوري، مستشفى الثورة ومركز شفاك. مستقبلاً سوف نستهدف مشاركين من عدة قطاعات مثل قطاع الأمن والقطاع الخاص. الفئة الصم والبكم من الفئات الموجودة في المجتمع، والذي لا الوزارة الصحة لا توليهم اهتمام كافي لهم، يعني لأن الصم والبكم ضروري من لغة تواصل معهم، وهي لغة الإشارة ولغة الرموز والإشارة بشكل لغة الإشارة. فهذه المرضى، نوعية هذا المريض يحتاج إلى رعاية خاصة وفهم المريض، لأن إذا لم تفهم المريض ما تستطيعش تقدم له العلاج اللازم والرعاية اللازمة. من خلال فترة هذه الدورة التدريبية التي استمرت لمدة 4 أيام، استفاد المتدربون العديد من لغة الإشارات الخاصة في فئة الصم والبكم. قبل ما نبدأ نشارك بالدورة كنا بصراحة متخوفين، كنا يعني نقول يمكن ما يعني ما نفهمش الصم والبكم، يعني حاجة غريبة علينا بالإشارة والإيماء. لكن بعد ما دخلنا الدورة وأخذنا من المدرب الإشارة والإيماء يعني افتهمنا حاجات كثير ممكن نتوقع، والآن نقدر نحن نستطيع بمجال عملنا بالمستشفى نحن نتفهم مع مريض يجي عندنا يعني ما يستطيعش يتكلم، نقدر نأشر له بالإشارة، يعني حلو. بس نتمنى لو كانت دورة أكثر من كذا عشان نزيد ناخذ معلومات أكثر. هذه الجهود التي يقوم بها هؤلاء الأطباء لتعزيز التواصل مع الأشخاص الذين فقدوا حاسة السمع والنطق وللتخفيف من معاناتهم، فهذا المجهود يحمل معنى الإنسانية والاهتمام المطلق بهذه الشريحة التي يجب أن نهتم بها ونجعلها من أولوياتنا. لبرنامج صباحكم أجمل، سونيا الحرزي.